وذكية ومثيرة للجدل. والدها كان عضو في مجلس الشعب في مصر لكنه سوري. بدأت الفن في سوريا لكنها استقرت في مصر في الفترة الأخيرة. مثيرة للجدل أينما وجدت. معانا النهاردة ضيفتنا وضيفتكو النجمة السورية العربية سوزان نجم الدين. معلش أنا لابسة سلم من تحت ومن لا ومن خدي راحتك خالص. مساء الخير. مساء الخير. نورتينا. ميرسي. منورانا النهاردة. منورة بيكي. إيه الألوان الحلوة دي؟ ثانك يو. أنا بحب الألوان الصريحة والجريئة. إيه حكاية بقى إن والدك كان عضو في مجلس الشعب في مصر؟ دي أنا عايزة أفهمها منك. آه إحنا دخلنا حوار. على طول. أنا افتكرت دي بروفا. نو طب مساء الفل بجد بقى. مساء الفل بجد بقى. مساء الفل. افتكرتها بروفا. تمام. بابا الله يرحمه طبعا كان عضو مجلس امي ايام عبد الناصر الله يرحمه ايام الوحده. بس أيام معلومه الوحدة. معلومه صغيره انه قبل ما يتزوج ماما مشان ما يفكرونا من هذاك الوقت يعني ويكبرونا زياده. قبل ما يتزوج ماما وأيام لما صار الانفصال ترك وراح على سوريا. فقعد هون 4 سنين وكان محب جداً لمصر ونقلنا هذا الحب وعشنا على هذا الحب لمصر. كان بيحكي لك إيه عن مصر والفترة اللي عاشها أيام الستينات؟ مصر كان بالنسبة له كتير كأنه بلده الثاني وهي مش كأنه هي بلده الثاني. وكان يحلم بابا بالوحدة العربية دائماً وكان يحارب من أجل هاي الوحدة وكان بيتمنى أنه هاي الوحدة تعم الوطن العربي كله مو بس سوريا ومصر. لا كان بيحكي لك عن حياته في مصر بيقولك إيه الأربع سنين اللي عاشهم في مصر؟ يعني بيحكي عن ذكرياته مع الراحل جمال عبد الناصر كان كلوز كتير معه. عن الفترة قديش كانت مهمة الكلمة. الرجل كان رجل وقتها والكلمة كانت كلمة ويعني ما كتير بتذكر بس كان مبسوط كتير بهديك الفترة. في مكان مثلاً حكالك عنه أول ما جيتي مصر قلتي لا أنا لازم أروح أشوف هو كان ساكن في الدقي يعني. وقتها وأنا أول ما أجيت فعلاً سكنت في الدقي وكانت يعني قعدتي في نفس المكان تقريباً. هو بابا يعني لما إحنا كبرنا كان له فترة طويلة يعني طالع من مصر فيعني نحن تشربنا حب مصر من خلال كل أفعاله وكل تصرفاته والتفاصيل اللي كان أكيد. عايشها يعني مثلا حزب الاتحاد الاشتراكي كان كتير من الأوقات يصير الاجتماعات الرسمية عنا في البيت فأنا كتير أحضر نقاشاتهم وحواراتهم. تعرفي هيدا بتغبيه من انت وصغيره بتكبري طبعاً عليه طبعا شعب واحد بتكبري عليه الامه العربيه واحده يمكن اقرب بلد لسوريا يمكن هي مصر كروح وكشعوب طبعاً وكعادات طبعاً وكتقاليد طبعاً كتير من الشعب قولي لي والدك كان بيحب يسمع مين في الفتره دي؟ ام كلثوم عبد الحليم طبعا اكيد بقى حضر حفلاتها عبد المطلب وكل اكيد قولي لي مين كان قاسي عليكي في التربيه والدك ولا والدتك؟ شوفي بابا ما كان فاضي بيحكم شغله كمجلس الشعب واستمر في سوريا 25 سنة عضو مجلس الشعب وكان محامي وشاعر وأديب وفي الاتحاد الاشتراكي فكان مشغول طول الوقت وماما كمان يعني كمان هي محامية وشاعرة ولكن الأم بتتفرغ لتربية ماما شاعرة وأديبة كمان ومحامية وكمان بحزب بابا فماما كانت فاضية أكثر لإلنا بالمنظر ده فاضية؟ اه فاضيه طبعا الام مهما كانت الام ام مهما تلاقي مهما وقت لاولادها ومهما كانت مشغوله بضل لها وقت لاولادها هن الاساس بحياتها فكانت علاقتنا كثير كلوز مع ماما بابا كنا نشوفه يعني فترات كثير قليله لانه من الصبح من الساعه 5 الصبح الموكلين كمحامي يجونا من كافه انحاء سوريا تقريبا كان ما شاء الله مشهور جدا والمساء بتلاقي الكتاب والأدباء موجودين عنا بالبيت وزراء يعني كان خيرة المجتمع موجودة
وكان بيت الحقيقة بيعتز فيه كتير، بيت ثقافي أدبي أكيد بحكم والدك ووالدتك. الشعر لو قلت لك والأدب كله موجود. الشخصية القوية اتكونت من مين أكتر؟ والدك ولا والدتك ولا الاثنين مع بعض؟ لا ماما، لا القوية من بابا. بابا جريء، جريء بالحق، متواضع جداً، بيحب الناس كتير، كان اسمه محامي الفقراء. اللي ما بيقدر يدفع ما بياخذ منه، اللي بيقدر يدفع بياخذ منه طبيعي. ماما خجولة كتير، وأنا على فكرة كنت خجولة جداً جداً مثل ماما، بس لأنه هي كان عندها طموح وخجلة وقفة، فأنا حاربت الخجل جواتي وحاولت إنه سيطر عليه ووازن بين الشخصية الحقيقية وبين ما اكتسبته من الحياة. في 2010 لو قلت لك في نجوم سوريين كتير جم مصر، مع الوقت عددهم قل واتحصر في أسماء معدودة، تفسري ده بإيه؟ ما بعرف، يمكن بال 2010 كانت الدراما السورية بقلقة، وصارت الدرامانا موجودة في كل مكان. ومصر هي أم الفن وهي حاضنة طبعاً للعرب جميعاً، فدائماً بتستقطب النجوم من الخارج طويلة. لأنه يعني تعودنا على مصر إنه بتقدم النجمات بعيداً عن الجنسيات للفن فقط. يمكن خف بعدين بفترة معينة، بس أنا ماني شايفة هلأ أنه خف، بالعكس التواجد السوري موجود بكثرة هون، يعني شكراً لمصر لهذا الاحتواء العظيم. لا بس أنا بتكلم على أقل عدداً. ما بعرف إذا أقل عدد من قبل ولا لا، أنا شايفة بالعكس، أنا شايفة هلأ العدد أكثر من قبل. طب لو قلتلك شغل الفنانين السوريين في مصر أثر على الدراما السورية؟ أكيد لا، بالعكس ده النقاد السوريين هم اللي قالوا كده. لا لا لا، أكيد بالعكس، شغل الفنانين السوريين بأي مكان بالعالم العربي أو الأجنبي، أي نجاح بينعكس على بلده بالآخر، والنجاح في مصر هو نجاح للفنان في كل مكان في العالم. اللي أثر على الدراما السورية هو الحرب، الحرب فقط، والحرب، الحرب اللي خلتنا نتشرد واللي خلتنا نتشرذم ونكون كل واحد مننا بمكان. أما لما بينجح الفنان، لأنه الفن ما له أرض وما له دي مكان، حقيقة. دي الفن حقيقة للعالم كله، دي حقيقة سوزان. بس لو قلتلك أنت مجرد ما جيتي مصر مش أعمالك قلت في سوريا؟ بسبب وجودك هنا ما دخل، لا ما دخل، أنا برأيي ملهاش علاقة، ما لها علاقة. أنا بالنسبة لي عصفور طيار، يعني بتلاقيني وين العمل المهم اللي أنا بوافق عليه إن شاء الله يكون بالصين، وين ما كان يكون بروح له وبقعد له. بس يمكن هن يعني بيستسهلوا الموجود أكتر، معك حق بهي القصة، إنه بيستسهلوا الموجود إنه أكتر، لسه بدها تجي وبدها تروح وهكذا يعني. طب أنت شايفة مين دلوقتي من الفنانين السوريين علامة، يعني موجود واسمه كبير، أو نقول الأنجح في مصر سواء ست أو والله أو. شوفي كلهم نجحوا بمصر أنا برأيي، يعني بداية من سلافة. لا الأنجح سلافة واخرجي بلاش مجاملات قدمت. لا ما عم جامل، لا عم قلك أسماء، يعني سلافة واخرجي قدمت أسمهان كانت رائعة طبعا. جمانة مراد السنة الماضية أبدعت بمسلسل خيانة عهد مع يسرى، مع الفنانة كندا علوش، كمان أبدعت بكذا عمل، نسرين طافش، يعني مين كمان اجى على مصر؟ انا برايي كلهم. صدقيني ما في حدا، لانه النجاح ما بيعتمد على الدور، نجاح الفنان بالذات الممثل بيعتمد على تكامل العمل، يعني انا ممكن اكون عامله دور كثير مهم بهذا العمل، بس العمل ككل ما نجح لظروف خارجه عنا. وممكن بيعتمد على ذكائه في الاختيار، بس طب لو قلت لك مين اللي ما خدش فرصته في مصر؟ شوفي يعني هلا مش دفاعا او مجامله، الفنانين السوريين سواء شباب ولا بنات، مثل ما شاء الله الفنانين المصريين، مش مجامله، في عندهم ابداع وفي ادوات فنيه عظيمه، فلما تحطيها بمكان صح، سواء عمل مصري ولا عمل عربي ولا عمل اجنبي، لما بتحطي هذا الفنان بمكانه الصح اكيد رح يبدع، حتى لو كان عبقري زمانه، حطيتيه بمكانه الغلط مش رح ينجح. والدليل شوفي الأجانب، الأجانب بتلاقي حتى النجوم الأجانب بهذا العمل كسر الدنيا، بهذا العمل عادي، مو منه، من التكامل العملية الفنية بيكون في شيء ناقص. وهلأ زيدي على هذا الشيء كم الإعلانات، زيدي توقيت العرض، زيدي المحطة. طيب ده نرجع نقول إن أنا اللي بقوله لك هو ده الصح برضه، إن هو كان محتاج فرصة أكبر، فأيا كان محتاجين فرص،
كلنا محتاجين فرص أكبر بكتير. كلنا محتاجين فرص، لأنه بس نلاقي الفرصة الحقيقية أكيد رح نكون صح فيها 100%. طيب لو قلت لك شوية ألقاب وقلتي لي لمين؟ مين الفنانين؟ يلا حاضر هنشوف هتعرفيهم ولا لا. ساعدوني غششوني. لو قلت لك ملك الترسو. ترسو؟ طبعا الترسو. فريد شوقي. برافو. طبعا طبعا. أنا هو برضه اللقب مشهور جدا ومعروف فسهل بالنسبة لي. الجمهور الثالثة كله ترسو. لو قلت لك موسيقار الأجيال. محمد عبد الوهاب طبعا. طبعا برافو. طبعا. نجمة مصر الأولى. نجمة مصر الأولى حبيبتي روح قلبي نبيل عبيد. صح؟ صح؟ صح. طيب حسناء الشاشة. حسناء الشاشة في حسناوات كتير. لا هي كانت أخذة اللقب ده. هي اللي يمكن اللي أخذت اللقب ده يمكن مريم فخر الدين ما أعرفش يمكن. برافو مريم؟ برافو. صح؟ طبعا طبعا. برافو هايلة. طب برافو. سمراء الشاشة. سمراء الشاشة أعتقد حد يغششني. لا أنتي شاطرة مش محتاجة. أنا يمكن مديحة يوسف. برافو برافو. لا لا هايلة هايلة. طب الفتى الشقي. لا الفتى الشقي أحمد رمزي طبعا. برافو عليكي. لا طبعا هايلة يا سيدي. لا طبعا هايلة. طب في حاجة أصعب ممكن ما تعرفيهاش هتتلخبطي. فتى الشاشة الأول. أنا بالنسبة لي رشدي أباظة. بس 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 لا بس مش هيكون رشدي أباظة. هما أنا بسمع كتير بيتقال إنه فتى الشاشة الأول عماد حمدي أعتقد. هايلة هايلة هايلة. لأن كان رشدي أباظة بيتقال دون جوان. صح برافو. دون جوان الشاشة كان. بس أنا بالنسبة لي الفتى الأول ودون جوان الشاشة هو رشدي أباظة. مصرة. هايلة هايلة. طب أنا هقولك على حاجة. أنا هوري لك صور وتقولي لي مين صحاب الصور دي من الجيل القديم. ربنا يستر. يلا هتعرفيها؟ أعتقد آسيا. برافو برافو. لا لا بس آسيا إيه؟ آسيا داغر. برافو آسيا داغر. لا لازم تسقفوا الموضوع. لا برافو صح. يلا معروفة قمرة. كاميليا. برافو عليكي. لا لا ده انتي هايلة. مصرية بقى مصرية. برافو طبعا عبد المنعم ابراهيم. طبعا لا محدش طبعا. ما يعرفه طبعا اكيد عبد المنعم ابراهيم. مش هيتكرروا الناس دي. لا مش هيتكرروا بجد. ها لحظة لحظة. ثلاثي المسرح. الضيف احمد. الضيف احمد. برافو صح. برافو انا يعني غششتك بس اوكي عشان حسيت ان انت عارفاه. هو ثلاثي المسرح هو اللي اسس اصلا. صح دي حقيقه دي حقيقه. مع سمير غانم ومع جورج سيدهم. برافو صح. طيب اخر صوره. لحظه ما حدش يقول لي على على الصوره دي كانت صغيره شويه على لساني. لحظه عسر عسر صح. برافو غششتك. عمري ما قلت عسر. طب ما تقوليش ما تقوليش. أنا عارفة والله. أنا عارفة بس هو لا يعني برافو 10 من 10 يا سوزان. الوارث مين ما يعرفوش طبعا. هايلة بس هايلة. هو هنا صغير. هايلة هايلة. هو اتشهر ما كبر أكتر أصلا يعني صوره هو كبير معروف أكتر. دي حقيقة. ما أنا عشان كده بقول لك الصورة كان هو أصغر شوية. ده شيخ الممثلين. شيخ الممثلين والمعلم بتاعهم طبعا. قريت وأنا بحضر الحلقة إن أنت بتهتمي قوي بالروحانيات بالأحلام بالأبراج. لقيتك دخلة جداً في المنطقة دي. قولي لي ده صح ولا لأ؟ أنا بحب الروحانيات. يعني أنا إنسانة روحانية إذا فيك تقولي. بحب يمكن هي علاقتي مع ربي سبحانه وتعالى علاقة كتير كتير عميقة. ومن هون أنا اكتسبت هاي الروحانيات. بس إذا قصدك أنت شيء تاني إنه الأبراج وما الأبراج لا مش قصة تابعها لأتسلى. بس أنا بآمن إنه كل إنسان بيولد بلحظة معينة مرتبط فيها بي 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 بكواكب تخلق نوع من الحظ أو نوع من الأشياء القدرية اللي بتسيره. من هون بيكون الإنسان مسير وغير مخير. أنا بعتقد هيك. بس أنا قريت إن أنت ممكن تغيري في خطة يومك
بناء على لو برجك قريتيه لا 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 دي حقيقه ولا لا؟ لان انا استوقفني او ممكن حلم شفتيه قلب يومك، حسيتي ان انت صاحيه مش مظبوطه ومش مبسوطه. لا ده حاجه ثانيه، ده حاجه ثانيه. طب قسميه لي لو صحيت بالنسبه أنا للابراج. لا لو مش صحيح الابراج، مش صحيح. انا بتابع الابراج الى حد ما، بتسلى اوقات، بقعد مع ناس يعني ما بعرفهمش بيقولوا لي حاجات حقيقيه جدا بيخضوني جدا، واوقات بيتقال اي كلام. بس انا البرج بتاعي في مني كتير قوي. انت برج القوس. برج القوس شهر 12 في مني كتير قوي. شهر 12 ها؟ شهر 12 لا 11 24 11 اللي عاوز يجيب لي هديه. ها 24 11 انت اخذه عقرب على قوس اول اخر صح؟ عقرب أول. طيب بالنسبه للاحلام قلتي موضوع تاني. بالنسبه للاحلام انا احلامي جدا حقيقيه، بخاف منها. بمعنى ايه؟ واللي حوالي بخافوا منها، بمعنى انه انا اذا حلمت حلم لشيء مستقبلي اكيد اكيد حيصير شيء منه، واذا حلمت حلم بالماضي بيتحقق بعد فتره. يعني انت احلامك بتتحقق؟ احلامي بتخوف عن جد. طب في حاجه فعلا لقيتيها بتتحقق قدامك مع الوقت؟ بحكي لك عن حلم كان متكرر معي دائما وكنت استغربه جدا، مع اني انا عايشه ببلد امن جدا وما عشت حرب بحياتي، وبيتنا بيت كان مليء بالحب والفرح والادب والشعر، فعلا ما كان عندنا مشاكل يعني بالطفوله. بس كان يراودني حلم دائما ويتكرر على مدى سنوات لوقف قبل الحرب بشوي، اللي هو انه شوف طيران اسرائيلي عم بيحوم حوالين بيتنا لكذا سنه، شوف هذا الطيران موجود. بعد كم سنه اتطور، صرت اشوف ناس بقلب الطيارات الصغيره الهليكوبتر. بعد فتره كم سنه نزلوا على البيت وكسروا الزجاج ونزلوا على البيت، وصرنا نحن يعني انا واخواتي نركض وهم يركضوا ورانا، والريح دخلت في البيت وضعنا بطريقه رهيبه، بطريقه يعني مثل خوف وذعر ما شفته بحياتي. ولهلا بذكر هذا الحلم، وكنت دائما اسال مشايخ واسال ناس. كان بيتكرر معاكي طول الوقت؟ دائما دائما واسالهم. طب كانت النتيجه ايه؟ النتيجه صارت الحرب، ساعة الحرب اللي هي البيت ما فيش حاجه. بس ده كان حلم عام يعني، انا بتكلم عام. بشكل شخصي، بشكل شخصي كمان كان عندي احلام يعني بتخص اي شيء بالحياه بصير. يعني مثلا بفتره البعد عن اولادي كيف كنت اعرف انه في شيء هناك بدون ما حدا يقول لي؟ يجيني بالمنام. يعني مره شفت ابني ملفوف براسه بالشاش كله، حواليه الاطباء ورايحين وجايين وما بعرف شو من هالكلام هذا، مستشفى وما مستشفى. فقت مذعوره، فقت خايفه بطريقه كثير كبيره، وقعدت اتصل ضليت شي ساعتين ثلاثه وانا اتصل ما حدا يجاوب، فتيقنت انه في شيء. فبعدين حاكوني طلع فعلا عامل حادث، بس الحمد لله رجله المجبره مش راسه، الحمد لله رب العالمين. يعني كثير من هيدا الشيء بتجيلك بصير عن طريق احساسك كمان، يمكن رؤية، يمكن ربي يعني انا مثل ما قلت لك علاقتي مع الله الحمد لله، الحمد لله علاقه كثير عميقه، وبحس انه بيبعث لي انذارات معينه، بحس انه بيورجيني شيء لازم اشوفه، او رسائل رسائل معينة. باخذ بالي احيانا من اشياء. يعني مره مثلا وقعت عمل بسوريا بس كنا حنصوره بمكان جدا خطر جدا خطر، فعملت استخاره قبل ما انام، اجاني بالمنام يعني ما بقدر احكي لك شو الحلم، شكل الحلم، ولكن قولا واحدا صحيت، اتصلت بالجماعه، رحت رجعت الرعبون، خزقت العقد، قلت لهم ثانك يو ما بقدر وخلص. لانه عندي حاله معينه، ما قلت لهم شو السبب. بتجيني الاحلام مثل ما انا شايفتك هلا، بشوفها وبضل عالقه بالذاكره وبضل عايشه معي كانها صارت حقيقه على ارض الواقع. بتتاثري بيها كمان؟ مش قصه بتاثر فيها، بوقتها في الوقت ده؟ بوقتها وما بتنتسى بالنسبه لي يعني. أوكي. فعلا لحد هلا بعدني متذكره كل الاشياء اللي حكيت لك اياها كانها صارت امبارح. طيب تعالي نبص على فيديو ونعلق عليه مع بعض. يلا خلوني اخبركم شوي عن سوزان. فلكيا سوزان يلي خلقانه ب 24/11 مولوده برج القوس العشريه الاولى. هلا مثل ما بنعرف الصفات يلي موجوده عن مواليد برج القوس يلي هي العفويه، يلي هي على طول اللي بقلبهم على راس لسانهم، ما بيعرفوا يجاملوا بالحياه، اذا حبوا حدا حبوه، اذا ما حبوه ابدا ما بيقدروا انهم يجاملوه. بنفس الوقت عندهم طيبه زايده
بعض الأشخاص ممكن يستغلوا هذا الموضوع. هلا بالنسبة لسوزان طالعها الدلو كرمال هيك، هي شخص مستقل بالحياة، الصديق مهم جدا بالنسبة لها، حدا إنساني، بس شوي بتفاجئ يمكن اللي حواليها بردة فعلها، بتحب التغيير بشكل دائم، بالإضافة لأنه بتاخذ الكثير من رقمها الأول يلي هو رقم 6 يلي بيعطيها شوي العنادة وكل شيء خاصه بالحب الفن والمواهب الفنية اللي بتكون موجودة عندها، بالإضافة أنه بيخليها تفكر أكثر بعاطفتها أكثر، يمكن ما تكون عم تفكر بعقلها، فعطول الجانب العاطفي بيكون مهم جدا بالنسبة لإلها. هلا الرقم الثاني هو اللي بيعطيها الحماية الدائمة بالحياة بكل المواقف الصعبة اللي هي بتكون فيها، بيعطيها الاعتداد بالنفس، بتكون حدا محظوظ وعطول وشها خير على أي حدا يمكن بتشتغل معه أو بتكون متواجدة معه. بالنسبة لتوقعات يلي ممكن تكون موجودة عندها بسنة 2021، بداية إن شاء الله تكون هالسنة مثل ما أنت ناطرة يا سوزان، بس في شيء رح نبلش نحذر منه ونحكي على الشغلات الإيجابية اللي بدنا نجرب نستفيد منها. بدنا ننتبه أول شيء بعيد الشر أكيد من أي شيء خاصه بالحوادث، نسوق سيارتنا كتير على مهلنا، ممكن يحصل بعض التعطيل بالسفر القريب أو بعض اللقاءات، بس بالإجمال وكونه الطالع الدلو فرح نستفيد بشكل كتير كبير من فرص مهمة رح تكون موجودة عنا بكل السنة، ورح بيكون في أمور كمان مهمة على صعيد العمل وعلى الصعيد العاطفي، إن شاء الله كل الأمور الحلوة يلي ناطرتيها بتوصلك. كيف وصلتوا له لفارس؟ إيه رأيك؟ كيف وصلتوا له؟ شلون؟ لا إحنا بطريقتنا. برافو برافو إيه برافو، لا حلو عم يحكي صح. مزبوط عم يحكي صح، يعني أنا قلبي بيأثر فيي كتير وصعب جدا. وشي ولما حلو على وشي الحمد لله وشي حلو على الناس اللي معي دائما، دائما بسمع هي الجملة دائما منهم. مين استغل سوزان نجم الدين؟ ما بعرف. أنت قلتي إن أنا أخذت الجرأة من والدي. صح؟ صح. فين؟ لا موجودة. طب يلا أنا متأكدة إن أنت في حد دلوقتي في دماغك. لا يمكن حدا استغلني، يمكن استغلوا عطائي الزائد، يمكن اللي حوالي، أنا في ناس كتير حوالي، يمكن عطائي الزائد، بحب أعطي، بحب أسعد الناس اللي حوالي كتير. أيوة أصحابك فبيصير وأصحابي القريبين مني قوي، فبيبقى ده بيصير لود عليكي، يعني بفترة من الفترات بتحسي إنه هذا الشيء تو ماتش، ما عاد قادرة إنه خلص طفي الكيل مثل ما بيقولوا عنا إنه لهون وبس، فلما بتقصري شوي بتحسي إنه تنلامي أو بيعتبوا عليكي، فما بعرف إذا اسمه استغلال ولا اسمه موانع ولا اسمه حب زائد، ما بعرف. طب قولي لي بس إنه حدا استغلني بطريقة أو هيدا، لا يمكن استغليت مادياً. مادياً استغليت مادياً بكذا مرة. من مين؟ أعمال بأعمال أعمال فنية؟ لا مش فنية، أعمال بزنس. بزنس؟ طب إيه اللي حصل؟ لا يعني في لحد هلا لي مصاري كتير برا مثلاً ما بعرف جيبها، استغلوني إنه طيبة وكويسة وكذا ويلا. أنت فنوش. عندك شركة إنتاج مزبوط؟ أنا كان عندي شركة بسوريا، عندي شركة هلا بدبي مش إنتاج، عندي شركة ميديا واستراتيجيات وبراندينج أدفرتايزينج، وفي إلى قسم فتحنا جديد للإنتاج. وعندك نادي نادي رياضة رياضي؟ كان زمان لما كنت ساكنة بسوريا كنت بزنس وومن بقى هنيك مزبوط، يعني بالإضافة للفن كان عندي مكتب هندسي ونادي رياضة وشركة إنتاج وجمعيات خيرية، كتير بحب الأعمال الإنسانية والخيرية، كتير كان عندي باع طويل بهذا الموضوع. فلا كنت حب البزنس كتير، هلا كله راح مع الحرب للاسف، هلا عم نرجع ناسس من جديد لانه بعد الحرب انا سافرت لاماكن كثيره، استقريت شوي بدبي شوي بسوريا شوي هون. دلوقتي انت مستقره دائما هلا بمصر. مستقره بشكل دائم بمصر، انطلاقتي لاي عمل حتكون من هون من مصر. طيب تيجي نسمع حاجه تفكرك بسوريا واجواء يلا. سوريا يلا معانا بتول بني. اهلا يا بتول. يلا Thank you.
من عيسهم قدموا من عيسهم قدموا للمرحلة جودي يا ما بعدن عالمسير من الظما جودي مات الكرم بعدهم والعز والجودي يا باي أقبن على مين ما بتخطر يا طار شو أمر يا با واشرب تعافق ديم كسات حمضن وامر واهن وقواه ما أصعب فراق ومر يا با جودي عليهم بالبكاء عيني جودي جودي يا والله جودي عليهم بالبكاء عيني جودي اوف اوف يا باي ويا مالي الشام ويا
سوزان في صورة عايزاكي تبصي عليها وتعلقي لي عليها. يلا تفضلي. روحها بلا رجعة. الحمد لله. فرحتي يوم ما خسر الانتخابات؟ فرحت. فرحتي؟ اه. ليه؟ لأنه حرم ناس كتير من بعضها، أهالي يعني مش بس أنا، بقراره القاسي اللي عمله أنه ممنوع دخول 7 جنسيات على أمريكا خلال حكمه، منهم الجنسيات السورية، وأنا ما كان معي الجرين كاردز يعني، فبالتالي منعت مثلي مثل غيري من كتير من الأمهات والآباء والناس اللي طلعت تحضر مؤتمرات برا، ما قدرت ترجع لحد هلأ على فكرة، مش بس أنا يعني. فأنا أكيد سبب لي أزمة كتير كبيرة بحياتي، وسبب أزمة لأولادي، وسبب أزمة لكل الناس اللي حرمهم أنه نجتمعوا كعائلة. طيب نبص على الفيديو ونرجع ونتكلم في النقطة دي. يلا. احكيلي بقى، دول اولادك؟ كان بقالك قد ايه ما شفتيهمش؟ حوالي 5 سنين. 5 سنين ما شفتيهمش. كانوا قاعدين في امريكا. ايه الظروف اللي خليتهم يقعدوا في امريكا وان انت ما تشوفيهمش 5 سنين؟ لا انت هنا شفتيهم في القاهره بسبب القرار اللي حكيت عنه من شوي، من ترامب، انحرمنا من بعض تقريبا. بتعرفي بعد الام يعني اصعب شيء بالحياه، وخاصه لما يكون بعد قسري. انا من ناحيتي عانيت بما فيه الكفايه اكيد، وتابعتهم على الأونلاين عبر السوشيال ميديا وعبر ال طب أنا أول حاجة عايز أعرفها، أنت ليه ما كنتيش عايشة معاهم من الأول في أمريكا؟ هلأ لما صارت الأزمة، هن كل سنة كانوا يروحوا إجازتهم بأمريكا، كل سنة لما كانوا صغار، لما ولدوا. لما راحوا على الإجازة بسنة الحرب، راحوا وأبوهم خاف يرجعون لأنه كانت الحرب قائمة لسه يعني، في توتر، مع إنه كانت مدارسهم الأمريكية لسه شغالة. هن خافوا إنه مدرسة أمريكية أكيد حتترك وتهرب يعني، بس هن فضلوا سنة بسوريا، بس صار في خوف على الأولاد من إنهم يرجعوا، والحرب ما مبين يعني، بالبدايات صار كتير لخبطة، فسجلوهم بالمدارس هنيك. فأنا كنت أول شيء ناطرتهم لحتى يرجعوا، لما سجلوا بالمدارس رحت لهم، قعدت معهم 6 شهور وخلصت الفيزا تبعي ورجعت، وصرت هيك رحلهم، كل ما أجدد الفيزا كل ما أقدر روح وإرجع، لأنه أنا مرتبطة بأعمال وروح لعندهم، ما قدرت أستقر يعني لأسباب كثيرة. يعني السبب إن أنت عندك أعمال؟ لا لا مش السبب هاد. آه. أسباب كثيرة ما بدي أخوض فيها، أسباب ما بقدر أحكيها، ما قدرت أني أعيش معهم هونيك بأمريكا. بس إلى أن جاء ترامب وحط القرار التعسفي هاد، وما قدرنا نطلع بقى بالمرة. وبعدين بعد 5 سنين جولك هنا؟ اجوا لعندي لمصر لهون، أول زيارة بعد 10 سنين، أول خروج من سوريا كانت لهون. طب ممكن أعرف أعمارهم إيه؟ شوفي أنا أصغر وحدة فيهم من هلأ يعني. أكيد. هلأ عندي 14 و16 الصغار و19 و21 الكبار. ما شاء الله. آه ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يحفظهم. أنا أختهم صغيرة. لو قلتلك أصعب موقف عشتي مع أولادك بخلاف البعد عنهم، إن أنت ما شفتيهمش بقالك فترة، في شيء يمكن أصعب منه؟ لما أجوا أول 3 أيام ونحن مع بعض، 3 يوم حسيت بغربة عن أولادي، ارتعبت، حسيت إنه في ثقافة مختلفة، في انتماءات مختلفة، في قصص، وحسيت إنه هن شعروا بهذا الشيء، فكنت مرعوبة وخايفة كتير، لحد ما بنتي الكبيرة حست وأخذتني هي على جنب، مام فيك شيء ما عرف شيء إيه والكلام ده، قالت لا تعي نحكي شوي. فأنا بكيت وقتها، لأنه هذا أقسى إحساس ممكن تحسه أم تجاه أولادها، تحس بغربة معينة بلحظات معينة، إنه ما في هذيك الحميمية اللي كانوا فيها، ما في هذا العناق اللي كنا في زمان، ما في شيء معين مش موجود بالتواصل. كان عكس ما انت توقعتي؟ مش قصة عكس. هلا لما قعدنا وحكينا
بنتي قالت لي مام هذا شيء طبيعي لأنه نحن ربينا لحالنا خمس سنين بعيد عنك وكبرنا بفترة طبيعي. نمو فنحن صار عنا عادات وتقاليد وقصص ما أني كنت متواصلة معهم يعني أقولك بالتليفون كل يوم صورة وصوت ولكن تكتشفي بالأخير أنه هيدا الشيء ما بيكفي الحياة عن قرب بتختلف تماماً ولكن نحن تجاوزنا هذا الشيء باليوم الرابع اشتغلنا عليه أنا وياهم وقالت لي نحن كأنه عم نتعرف على بعض من جديد وهي حقيقة يعني أنا عشت صار عندي أشياء خاصة فيي وهن صار في عندهم أشياء خاصة فيهم لما اجتمعنا كأنه عم نتعرف على بعض من جديد وهذا الشيء كتير قاسي طبعاً بس نقطة الخلاف هل أنتي خلاص كنتي مضطرة أنتي تقبليهم بالشكل ده؟ لا ولا هم اللي اشتكوا ولا ما حدا اشتكى إحساس بأنه في سبيس بيني وبينهم في شيء يعني بتلاقيهم هيك مع بعض كلهم وهن لغتهم الإنجليزي بيرفكت فبيقعدوا بيحكوا كذا وقصص كتيرة وما حسيت بهي الحميمية اللي أنا كنت ناطرتها هن كانوا لما قبل ما يسافروا يعني كنت أنا سريرهم إذا بدك يعني كانوا يناموا اثنين هون يعني دايماً مع بعض وحتى لما سافروا دايماً علاقتنا كتير حلوة ولكن هذا الشيء لما واجهنا بعض ونحن متعودين على الصراحة ومتعودين نتناقش ونحكي بالأشياء كأنهم كبار من هن وصغار أنا بحكي معهم كأنهم رفقاتي مش كأنهم أولادي فجاوزنا بسرعة شديدة هذا الموضوع ولما راحوا يعني اليومين اللي بعدهم بالضبط رجعت العلاقات مثل ما كانت وصارت بيرفكت في الآخر رجعوا مثل ما كانوا تماماً طب قولي لي قلة الحميمية دي ألمتك كتير؟ بهاي اللحظة إيه يعني ضليت 3 أيام أنا أقول لا أكيد أنا غلطانة لا في شيء غلط لا أنا أحساسي أكيد غلط بس لما لقيتهم هن كمان حاسين هذا الشيء اتأزمت بكيتي؟ وتعبت وبكيت وحكيت مع ماما بصراحة ومع أخوي مسنة بأميركا لأنه هو كتير بيفهم بهي القصص وقريب مني كتير فنصحوني إنه لا تصرفي عادي وهيك ولما حكيت أنا وبنتي وتناقشنا وقالت لي ده هذا طبيعي جداً انت بنتك الكبيره بسيط ووقت بسيط وبيرجع بنتك الكبيره رجع كل شيء مثل ما كان واحلى ايه بنتك أكبر الكبيره اللي هي 21 اوكي تعالي نشوف الفيديو ده يا بتسمعين هون للاسف مالك معنا يعني كل سنه بنقول رح تجي رح نشوفك حبيبي. وهي العمر عم يمضى بدنا اياك تشدي الهم شوي خلينا نجتمع بسوريا بمصر بالصين بامريكا وين ما بتحبي مساء الخير حبيبتي كيفك شو زان؟ اشتقنا لك يا ريتك معنا اولا. ثانيا وقت بيسالوني عنك انا بعجز عن الرد عن جد لانه انت كل شيء بحياتي انت حياتي. سوزان ماذا تعني هي الحياه والحب والتضحيه والوفاء. سوزان الطموحه المميزه ذات الحضور الرائع مام انت يعني عن جد من اكثر from the strongest woman I know most independent woman I know no matter what happens in life you're always bouncing back and you're very strong and this is what we love about you and how you taught us to be as women me and my sister and my brothers امي تعمل اطيب رز بحليب بتوحي حياتك هذا شيء مسكوت hi mom I love you كثير you are very hard working You inspire me. Mom, I love you. God, You're hardworking. When you see something, you put it in your head and you get it. I love you. سألوني ماذا تعني سوزان لإلك. سوزان مو بس أخت. سوزان مو بس أم. سوزان مو بس صديقة. سوزان عالم كامل. الله 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 الله. Thank you. قد ايه خليناكي تكوني مبسوطه دلوقتي شو هالمفاجاه الرائعه حاسه بايه كيف وصلتوا لهم شو عم تعملوا انتوا فظاع بصراحه بعد 17 سنه زواج السياسه تسببت في انفصال بينك وبين جوزك يعني فينا نقول هيك يعني السياسه اقوى من الحب لا مش اقوى من الحب كانت الظروف اقوى من الحب الظروف اللي صارت كانت اقوى مني ومنه طب هو كان انفصال ولا طلاق لا كان انفصال كان انفصال ما كان في طلاق ابدا لما رحل ايه اللي كان نفسك تقوليه له وما قلتيهولوش كان نفسي اشوفه كان نفسي اضمه كان نفسي اودعه
كان نفسي أقول له أنا مستحيل أزعل منك وعمري ما زعلت منك. هو كان راجل عظيم، كان إنسان رائع ومحب، بس كان قاعد على الحياد مع الدنيا كتير. بمعنى إيه؟ بمعنى كان قاعد على الحياد مع الدنيا، مش فارقة معه الدنيا. أولادك لموكي على البعد ده أو على الخلاف ده؟ لا، لأنه أولادي بيعرفوا كل التفاصيل وكل الظروف اللي أنا عشتها، وبيعرفوا قديش حاولت وبقوة وبشراسة بإنه هاي الأسرة ما تتأثر بالشي اللي صار، ولكن للأسف كانت الظروف أقوى مني ومنهم ومنه هو كمان، ما كان له ذنب باللي صار. الله يرحمه. الله يرحمه. تيجي نلطف شوية ونغني مع بعض، إيه رأيك سوزان؟ يلا؟ يا ريت. يلا بينا. يا طيب طيب لروحي، طيب لجروحي، يا طيب طيب لروحي، طيب لجروحي، واللي بحبهم ما راحوا إلا واخدوا معهم روحي. يا طيب إلك يا طيب، يا طيب طيب لروحي، طيب لجروحي، بقدر ما انبسطت بهالاغنيه بقدر ما توجعت برحيل صاحبتها ميادة بسياليس، الله يرحمها، من اسبوع او اسبوع ونص. كانت من اعظم الاصوات السوريه وستبقى خالده اكيد بقلوبنا، وهي صديقه السفر بالنسبه لي، صوتها صديقي دائما، صوتها رائع، الله يرحمها. الله يرحمها يا رب. طب تيجي نبص على فيديو. يلا. في المنطقة والعالم اليوم لا بد للعالم أن يلتفت نحو ما يحرر من تحت النظر.
يعني انت مهووسه بخلق الترند خالص. يعني انت في مهرجان وقلعتي الجزمه وبتلعبي في رجلك وشايفه الكاميرا بتصورك. كنا في مهرجان الفجيره وكنت عم اعمل لقاءات كثير على الريد كاربت الموجود فوق الزرع فوق التربه، يعني الريد كاربت عامل كده ها، واحنا لابسين كعبه عالي بقى تعرفها اكيد. فاخر واحدة طبعا الحفله ابتدت وخلاص وانا ماشي على اخر بعد اخر لقاء وقعت ونلوت رجلي وقعدت شي نص ساعه اصلا لوصلت لاول المسرح، وانا كرسي اصلا كان بالنص فاضطريت اقعد على الطرف اول كرسي اول كرسي وصلت لها قعدت عليها ورا الكاميرات. فطبيعي شو اعمل اني سوري اقلع الكندره ومش عم بلعب عم الالم كان شديد اللهجه الم شديد. بتضغطي على رجلك؟ بضغط ومش قادره مش قادره امشي اصلا اثنين سندوني على بال ما وصلت تمام. فانا ما انتبهتش يعني طبيعي الناس حتصور هنا وهنا بس ما تخيلتش انه حد يحمل الصوره دي او المقطع ده. بس انت قاعده في الاول سوزان. ايوه قاعده بس ورا الكاميرات. لا انا ورا الكاميرا قدامك. نو 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 والناس بيتكلموا يعني دلوقتي الناس بتصور. انا الكرين قدامي والكاميرات كلها قدامي والمسرح بقى هناك عارفه. فانا طبيعي انا هاخد راحتي عشان انا فاكره ما حدش شايفني ما حدش بيصورني وانا ما بصيتش للكاميرا انا ببص كده وكده ما بصيتش للكاميرا ما اعرفش مين بيصور مين بس ما تخيلتش انه حد ياخد المقطع ده ويوزعه. تاني يوم اتفاجئت جدا الاعلام بيعمل معايا لقاءات جامده جدا ترند. قلت لهم ترند ايه على ايه؟ قال لي قلعت الجزمه. قلت له جزمه ايه؟ انا جزمه. وريني وراني المقطع واتفاجئت فعلا. قلت له يا جماعه دي حاله انسانيه دي حاله خاصه يعني اي حد انت اي حد يعني ما اعرفش احنا الاضواء علينا بيفتكروا انه كل أي حركه بنعملها في المهرجان مقصوده. لا مش مقصوده انا انسانه انا بشر في الاخر هتصرف في شكل طبيعي. طب يلا في فيديو تاني عايزاكي تبصي عليه. يلا. لا بس برمضان بحب يعني بحب انه هيك يعني بحس هيك بخشوع هذا الشهر اكثر. ايه لانه انا بحب طقوس رمضان اني اعملها دائما بشكل صح كثير من قراءه قران لتسبيح لصلاه لتهجد اجد كثير كثير بحب يعني هيك طاقه روحانيه كثير كثير كبيره. احنا قربنا على رمضان. شو المشكله هلا بالموضوع هذا؟ لا ما فيش مشكلة بس انتي علشان بتقولي ان انتي برمضان بتحبي قوي تعملي الطقوس مظبوط اكيد بتحبي تلبسي الحجاب وطبعا بتقري القرآن وده طبيعي. بس ممكن حد يقولك ما هو رمضان ممكن يبقى طول السنة ليه بتقولي الكلام ده على الكاميرا ولو حاجة بينك وبين ربنا فانتي طالعة ليه بتقوليها؟ لأنه شيء حلو انك انتي تشجعي الناس للتقرب من رب العالمين وانه نحن الفنانين بيفتكرونا دائما انه ما عندنا لا اخلاق وما عندنا دين وما عندنا ما بعرف شو. ما انت بتعرفي السوشيال ميديا كيف يفكروا انه الفنان قاعد بس عم مبسوط وعم يرقص وما عنده اي مشاكل بالدنيا. يعني انت بتعملي الفيديو ده للسوشيال ميديا. السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، الحد السلبي والحد الايجابي، والحدين قاطعين كالسيف. الحد الايجابي كلنا بنعرفه، نحن هيدا واجبنا كلنا انه نبث هذا الشيء اللي فيه خير اللي فيه فرح اللي فيه تواصل اللي فيه كلمه حلوه اللي فيه خبره انت من عندك تقدميها اللي فيه شيء يقدم ابتسامه ومعرفه للناس بطريقه ما. يعني عدو لحد ايجابي هذا الشق الايجابي اللي له كثير قصص نحن كلنا عم نتعلم منه. الشق السلبي اللي هو عدو للوطن العربي وللعالم وللتقاليد وللمجتمعات وللاوطان ولكل شيء. ليش؟ لأنه بيشوفوا الأشياء بعين واحدة. أنا بشبه السوشيال ميديا كالأعور الدجال بعين واحدة اللي بيبثوا الكذب والشائعات وبيصير في تجييش لهدم ثقافة معينة لهدم وطن لهدم دولة لهدم نظام لهدم سياسة. بيقدروا يهدموا بالسوشيال ميديا اللي بدهم إياه فعلاً كالأعور الدجال اللي قالوا رح يجي في آخر الزمان وحيكون في كل مكان. الموبايل في كل مكان وأنا أعتقد أننا في آخر الزمان. بمناسبة الحجاب اللي انتي ظهرتي بيه أنا لقيت بنتك محجبة. هل حاولت تقنعك بالحجاب؟ لا طبعا مثل ما أنا بحترم حريتها اتصلت فيها وباركت لها وانبسطت كتير. هي ما تناقشتش معك؟ لا يعني لا. أخذت قرار ولا تناقشت مع حدا. أنا ربيت ولادي على الحرية المطلقة
وعلى أنهم يثقوا بنفسهم، يثقوا بآرائهم، مستقلين بآرائهم، مستقلين جداً. وأنا إنسانة مستقلة بآرائي. هذا الشيء دائماً الحوارات اللي بيننا من هنن وصغار أنا بحترم رأيهم وبحترم مشاعرهم وعلمتهم كيف ياخذوا القرار لحالهم بأي شيء في الحياة. فهي حتى ما أخذت رأي حدا من أهلها أبداً، هي لحالها حطت الحجاب وأنا عرفت من أختها. فاتصلت باركت لها وانبسطت لها كثير وقالت لي عن جد مبسوطة مام؟ قلت لها مبسوطة. طالما أنت مبسوطة مش أخذتي القرار بقناعة؟ قالت لي إيه. قلت لها حدا جبرك؟ لا. حدا قال لك تحطي؟ قالت لي لا. قلت لها طالما أنت مبسوطة مبروك، هي حياتك. مبروك ممكن يضل ساعة، ممكن شهر، ممكن سنة، ممكن العمر كله. أنت طالما أنت سعيدة بالحجاب فألف مبروك مام، ما تردي على حدا. مبروك. بس هي ما قالت لي أنا ما بتتدخل فيه إلا إذا شافت شيء غلط أو أنا شفت شيء غلط عندهم، نحكي بطريقة ما نجرح بعض. بس عمرها ما طلبت مني. في حاجة غلط شفتها عندك وقالت لك عليها؟ لا. أحياناً لما بكون لابسة شوي قصير بيتمنوا، وأنا بتمنى أنه ما ألبس قصير، بس دائماً المهرجانات ممكن تجيكي أحياناً بحكم سفري أنا كون ما بدي أحضر هالمهرجان، فجأة بصير بالبلد لا لازم أحضره. معظم المصممين الأزياء ما بتلحقي يعني يطولوا ويسكروا قصص، فبتضطري أوقات تطلعي بشيء أنت نفسك منك قبلنتي. بس بيحكوا كهيك بدون ما يجرحوا مشاعري، وأنا كمان نفس الشيء أي ملاحظة بحكيها باحترام وبحب. عمرهم كلموكي على أدوار ليكي؟ قالوا لك إن هي مثلاً الدور ده جريء ماما أوفر شوية؟ ما بيحضروش. ما بيحضروش أي لا حاجة؟ لا ما بيحضروا عربي أبداً أبداً. طيب حضروا مسلسل كوميدي واحد لألي اسمه فرصة العمر، نظيرة وشفيق لأنه كثير بيحبوه. بس ما بيحضروا مسلسلات، ما عندهم وقت أصلاً يحضروا، بيحضروا أجنبي طول الوقت. طيب في خبر عايزاكي تبصي عليه. يا ساتر. يلا. خير إن شاء الله. ممكن تقريه؟ شاهد كثير إيه؟ اجري سوزان نجم الدين. كتير كثير يا سولي اجري من اجري، مش فاهمة على فكرة ايه كتير بسولي اجري. كتير بسولي اجري. ايوة من اجل علاقة. شو هالكلام البايخ؟ ايه حقيقة حاجة. الكلام صح هذا الحكي؟ مستحيل اقول هذا الكلام. انتي قلتي ان في كتير بس ورجلك. لا لا ما قلتش. ما قلتيش؟ لا لا ما قلتش. مع هشام حداد ما قلتيش؟ قلت بسولي رجلي يمكن في مشهد او حاجة. لا قلتي انت. طب ورينا المشهد نشوف. انت قلتي ان في منهم تمثيل وفي منهم حقيقي. بصي احنا وده خبر متاخد من الحلقه على فكره. بصي حلقه وموجوده. احنا مجتمع عربي بنحب نبالغ لما نعبر عن الحب او عن الغضب او عن اي حاجه. ممكن لو قلتها اكون قلتها في سياق معين بما معنى التودد، توددوا لي كثير مثلا. مثل ما بتقولي لما بتحبي شخص انت مثلا بتقولي انا بعبدك، ممكن تقوليها بس ما رح تعبديه مثل الله. بس احنا بنبالغ بالحب فاهمة؟ أو منبالغ بال يعني ممكن تكون مبالغة لفظية فقط. مش ممكن يكون مش بالمعنى الحرفي للكلمة. يعني والله بسولي رجلي. يعني لا ما بسليش رجلي. الكلام ده مش موجودة. ما حدش بس رجلي. لا معنويا بقول نوع من التودد يعني يمكن أنه هيدا حاول كتير أنه يوصل أو يعمل يتقرب أو يعني كناية عن التودد. كناية عن التودد. أوكي. بس الدور اللي عمل مشكلة بين سوزان نجم الدين وبعض أفراد أسرتها كان دور فيه. ايه صح كان مش دور، لقطة. مسلسل امرأة من رماد. امرأة من رماد. مسلسل امرأة من رماد من أجمل المسلسلات اللي اشتغلتها بحياتي ومن أحلى الأدوار اللي اشتغلتها. بحبه كتير هذا العمل لأنه كان بيحمل كل يعني كان أول عمل برجع فيه بعد الحرب، لأنه أول 3 سنين كنت بس عم بعتذر ماني قادرة أشتغل. فأجاني هذا العمل وكان فيه كل المشاعر اللي عشناها بالحرب فرغتها فيه. كان دور معقد جداً وشخصيتين شيزوفرينيا معها تقريباً. فضمن الأحداث في عندي لقطة واحدة مفروض أنه أنا بفوت على الحمام عم غير ثيابي. فعادةً نحن الممثلين بنلبس لهون ولابسة جيم طويل. وما تخيلت الأستاذ المخرج العظيم اللي أنا كتير بحبه وشغلي معه قبل كتير، فأنا بعرف عادةً أنه بياخد الكاميرا من هون بس أوكي بس لهون يعني ما ببين شو في تحت. فللأسف الكاميرا أخذتني كلي وبالإضاءة مبين جسمي تقريباً مثل ما هو يعني. فكانت لقطة أنا نفسي لما شفتها ارتعبت. لقطة جريئة. مش قصة جريئة، قصة أنا بالنسبة لي لقطة غلط، لقطة غير مسموح أني أطلع فيها. أنا بالنسبة لي ما بسمح لنفسي أطلع بهيك لقطة.
مين زعل عندك؟ وتضايقت كثير، وطبعا صار مشاكل. اخوي قطعني سنه ونص كرمال هاي اللقطه، سنه ونص وصار مشاكل كثير كبيره، وحتى كانوا يعني بس انحكى بعدين مع المخرج وتم حذف هاي اللقطه في عروض اخرى، بس سببت لي مشاكل كثير. ولسبب المشاكل الاكثر انه في ناس اصطادت هاي اللقطه وصارت تبعتها على اليوتيوب لحد دلوقتي، اصطادتها لوحدها وصارت تبعتها على الواتسات لاخواتي على الواتس، وعملوا صفحات خاصه فيي، صاروا يجيبوا لي كل اللقطات يعني يصطادوا في الماء العكر. كل لقطة مثلاً فيها شوي قصير أو فيها شوي كذا أو فيها شيء شوي زيادة صاروا يحطوها على الصفحة وشوفوا سوزان نجم الدين عارية، هي ما هيك القصة أبداً. طيب بعيداً عن المشاهد الجريئة، لو قلت لك الأدوار اللي ندمانة عليها في الأعمال اللي أنت شاركتي فيها في مصر. عمري بحياتي ما ندمت على دور، لأنه أنا لما بقول إيه على دور كون مختارة هالدور من بين عشرات الأعمال، هي رقم واحد. رقم اثنين، إذا أنا ماني مصدق الدور وماني مقتنع فيه، ماني مقتنعة فيه سواء بطولة مطلقة ولا مشهد واحد كضيفة، يعني أنت مقتنعة ما بشتغل. طب أنت دورك في حملة فرعون عاجبك؟ طبعا عاجبني. الفيلم عاجبك؟ آه طبعا عاجبني، بس الفيلم أنا زعلانة إنه ما أخذ الحجم النجاح الكبير اللي كنا متوقعينه، أما إيه عاجبني. أنا فعلاً فعلاً ما بشتغل دور لو بطولة مطلقة أو لو شو ما كان، إذا أنا ماني مصدقته أو مش مقتنعة فيه أو مسبب لي نسبة معينة من القبول لا يمكن أشتغله، وبالتالي أنا ما بندم على شيء أبداً. طب أنت ما اشتغلتيش ليه سينما بعد كده في مصر؟ عملت هلأ عم بشتغل عندي فيلم سينما تماسيح النيل. أنا شوفي قصتي مع السينما قصة شوي، أول ما أجيت وحتى قبل ما أجي ويمكن من أول الناس اللي انطلبوا، بس كان يجيني كتير أدوار إغراء بصراحة، كلها أدوار يعني بتمس الشكل أكثر من المضمون، يعني بدور الإغراء تماماً وفي قبل وكذا، وأنا لا بيئتي تسمح لي ولا أسرتي بتسمح لي ولا أنا محيطي وأخلاقي ما بتسمح لي إني أعمل هذا الشيء، مع احترامي لكل اللي عمل لما دخلني، ما عم سوري ما عم بأذي حدا، بس أنا عم بحكي عن حالي وعن أسرتي وبيئتي. أنا ما بقدر أعملها، فاعتذر اعتذر 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 اعتذر، فلما بتعتذري سينما بعيدة كتير بتبعد عنك طبعا، ببطل يجيكي عروض. من شان هيك قبلت فورا لما عرضوا علي فيلم الطفار مع الكبير وحيد حامد الله يرحمه، مع الكبير محمود حميدة. ولا نقدر نقول سوزان ان المرحلة العمرية اللي انت جيتي فيها مصر حرمتك من ان انت تكوني نجمة صف اول؟ ضحكتيني عن جد. اولا انا باحلى فترة، لا طبعا، أولاً أنا بأحلى فترة عمرية بحياتي، أنا مثل النبيذ. أنا ما قلتش إن هي مش مثل أحلى الذهب العتيق. أنا نقدر مثل الذهب العتيق، كل ما بيعتق كل ما بيحلى، صح؟ خلتك ما كنتيش نجمة صف أول، بمعنى حرمتك إن أنت تبقي في قصة حب، تبقي يعني إيه؟ في مرحلة بتبقي مثلاً حبيبة البطل. لا 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 لا، أنا بصي في معلومة كتير خاطئة عند البعض إنه والله المرحلة العمرية، لا، أنا بأحلى مرحلة عمرية بحياتي فعلاً، هي رقم واحد. رقم اثنين، أنا بقبل الأدوار إن شاء الله ست ولا جد ولا بنت ولا حبيبة، وأنا الحمد لله محافظة على شكلي وعلى حالي بحيث أني ألعب جميع الأدوار، وأنا لعبت دور أكبر من عمري من لما ابتديت، ويمكن معظم أدواري أكبر من عمري بوقتها كلهم، لأنه أنا بحب الشيء اللي بيقنعني أو الشيء التقيل أو الشيء اللي فيه تركيبة معقدة نوعاً ما، أو فيه تحدي. يمكن ده سبب أن أنت عملتي أدوار أكبر من عمرك، أو فيه تحدي في منطقة معينة. لا 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 لا، أنا بعمل دلوقتي فيلم السينما في دور بنت صغيرة، بنت حبيبة، لا لا لا، وعندي مسلسل بحضره برضه. طب ده مقنع بالنسبه للناس؟ حيكون مقنع جدا، لانه انت ما رح تروحي والله ما بتجيبي الممثله وبتقولي لها قديش عمرك على الهويه، لا، في بنات صغيرين بس شكلهم ما ينفعش يكون حبيب او ما ينفعش تحب او ما ينفعش مثلا، ادوار كثيره جدا ملهاش علاقه العمر، نحن ممثلين احنا زي ما بنكبر بنصغر، والشطاره هنا اكيد، بس ليها علاقه بانك انت لو عملتي مثلا طالبه في الجامعه هتعمليها دلوقتي انت طالبه في الجامعه؟ مش ضروري طالبه في الجامعه، بس طيب. اعمل متخرجه من الجامعه، يبقى نقدر نقول انه مرتبط شويه بالعمر. لا، لو انت دور، لو انت
طالبة في الجامعة ممكن تعملي دور أم لحد الواحدة مثلاً كبيرة في سن أم؟ ما أنا عملت بس أنت عملتي دور أم وما كانش تقريباً. منطقي يعني ما كانش منطقي وتقال إن فرق العمر مش كبير إن أنت تقومي عارفة ليه تقال كده؟ والدة حمادة هلال عارفة ليه تقال كده؟ مش علشان الفرق الحقيقي شوية بيني وبينه، لا علشان شكلي مش مقنع. شكلي مش مقنع والعمر في الحقيقة مش رقم مقنع. رقم واحد، لا رقم واحد شكلي مش مقنع. رقم اثنين هو الدور كان لازم يكون كده، يعني الدور لازم تكون مزة وجميلة ومش باين عليها وباين عليها حبيبته مش أمه، فاحنا هي تركيبة الدراما الموجودة بيني وبين حمادة في مسلسل ابن أصول كانت كده، بس خلت كل الناس تقول إنه مش لايقة إن هي تكون مامته. ما هي مش لايقة، هو في الدراما كده. في الدراما هو بس في الدراما. الناس ده بده يوصلها. أيوة هو في الدراما لازم يكون كده إنه دي مش لايقة تكون أمه. وبالتالي كان دايما الناس بيعلقوا عليها ودي مامتك وده مش على طول حامل الهوية بتاعته عشان يثبت إنه دي مامته. فهو المنطق الموجود في الدراما اتنقل للناس وهو ده اللي إحنا عايزينه. طب الدور اللي علم في مصر مع الناس لسوزان نجم الدين؟ شوفي الأدوار اللي اشتغلتها مثلاً وش تاني عملت دور، كل الأدوار اللي اشتغلتها بمصر أنا كتير بحبها، وسواء كانت مع النجم كريم عبد العزيز مع كريم عبد العزيز وش تاني عملت دور مختلف جداً جريء جداً، كان في كاركتر مصنوع بيشبه الدور تماما. في ابن أصول عملت شيء قبل ما مختلف. ندخل في ابن أصول، انت بتعتبري ان وش تاني مسلسل ناجح؟ هلا النجاح نسب، تمام، يعني اذا ما نجح مسلسل كبير ومحطوط فيه جهود كتير كبيره بيكون لاسباب اخرى احيانا، سبب العرض، ساعة العرض، المزاج العام، أشياء كثيرة. أما إذا بتسأليني على دوري أنا، دوري أنا مثلاً، أنا دوري مقتنعة فيه 100% وعملته بطريقة الحمد لله وصل للناس لدرجة صار معي مواقف كثيرة بتمس هذا الدور إذا بدك. يعني مرة جاي على مصر اللي بتختم الجوازات ما بدها تفوتني، تقول لي انت يا مجرمة انت جاية مصر تاني بعد ما هزقت البرنس بتاعنا وبعده وبعده وبعده، وجمعت الناس علينا كلها وهي مصدقة انه انا نفس الشخصية الشريرة دي، وانا اضحك تقول لي نفس الضحكة يا مجرمة، نفس الضحكة، مش هتخش مصر. فانا يعني علم كتير عند الناس، الدور علم معناه اكيد اكيد. ولكن المسلسل نجح. لا المسلسل نجح طبعا برأيي، اما اذا ما فيني اقول عن رأي ملايين الناس، كل واحد بيقيم. يعني في كتير اعمال ناجحة، في قسم بيقولوا لك لا عادي، في اعمال ما ناجحه، في قسم من الجمهور بيقول لك هذا كسر الدنيا. هو النجاح نسب، حسب الجمهور هو اللي بيقرر بالاخر. طيب احنا نيجي نشوف راي النقاد يلا في اعمال سوزان نجم الدين. تفضلي. سوزان نجم الدين لم تحقق في مصر اللي حققته في سوريا. في سوريا حققت علامات كبيرة جدا ومهمة، الكواسر، ملوك الطوائف، الحجاج وغيره وغيره من المسلسلات التاريخية وحتى كمان في المسلسلات الاجتماعية. لكن في مصر أنا ما شفتش حتى الآن علامات لسوزان نجم الدين، وما شفتش تلك النجمة الكبيرة المهمة ذات الأدوار المحفورة في ذاكرتنا من خلال الدراما السورية إنها موجودة في مصر بنفس القوة. كتير من الفنانين الآن أصبحت أخبارهم الشخصية أهم من أعمالهم الفنية. يعني كنت أتمنى إن نجمة كبيرة بحجم سوزان نجم الدين ما تقعش في فخ السوشيال ميديا وتنسى أن يكون لها مساحة جوه أعمال فنية مصرية كبيرة توازي تاريخها. أفضل ما قدمته سوزان نجم الدين على الشاشة هو ملوك الطوائف. دور ولادة بنت المستكفي كان دور مهم جدا في تاريخ سوزان. سوزان نجم الدين ينقصها الجرأة، ينقصها البحث الأفضل عن أدوار تناسب موهبتها في الدراما التلفزيونية المصرية. تعليقك إيه؟
رأيي أنه صحيح أنا ما حققت بمصر اللي حققته بسوريا. أعمالي بسوريا هي عمود فقري بالدراما السورية وجزء أساسي بنجاح الدراما السورية والحمد لله، وكل الأعمال اللي اشتغلتها كان لها الحمد لله صدى كبير ونجاح كتير كبير. بمصر أكيد لسه ما حققت هذا الشيء، وأكيد طموحي أكبر بكتير من اللي أنا عملته. أنا ما زلت في حالة استعداد وتأهب في الاستقبال عمل مصري عظيم وضخم ومتكامل. إن شاء الله سيأتي هذا العمل. لبين ما يجي هذا العمل أنا بتلاقيني عم لمس وعم بحسب كتير خطواتي هون. يعني أنا في بطولات مطلقة، معلش خلينا نحكيها بالمشرمحي مثل ما هي، في بطولات مطلقة بتعتذري عنا لأنه البطولة المطلقة أحياناً هي لود عليكي وهي مسؤولية كبيرة عليكي ورح تنحسب عليكي إذا ما كانت عناصر النجاح كلها موجودة، فبتلاقيني بنسحب بعتذر وبفضل كون ضيفة بعمل مهم ولا كون بطلة مطلقة بعمل أنا ماني شايفته منافس وبالتالي ببتعد. منشان هيك بتلاقيني ماشية بخطى بطيئة لحد ما يجي هذا العمل اللي أنا ناطرته إن شاء الله. إحنا بنتمنى لك كل النجاح، بس أنت مش شايفة أن 11 سنة كتير؟ أنت عم تقولي 11 سنة، هن مش 11 سنة أبداً. لأنه على الصعيد الشخصي عيلتي انهارت، بيتي انهار، بلدي انهار، عدت 3 سنين بس عم ببكي وصلي لله بس. فهي أول 3 سنين مش محسوبين من عمري أصلاً. بعدين ما عاد تعرفي بدك يعني بيجيكي يعني عمل هون بيجيكي عمل تقريباً. هون اشتغلت بهي الفترة اشتغلت أعمال سورية مهمة جداً، منها امرأة من رمان، منها دور روز بمسلسل شو من 3 سنين كسر الدنيا مع أنه منبع إلا بمحطة واحدة فقط، ومع ذلك كسر الدنيا على السوشيال ميديا وفي كل مكان، وأخذت عليه جوائز من هون ومن كل مكان في العالم العربي لأنه تجاوز إنه ما نعرض غير بمحطة واحدة وكأنه نعرض في كل مكان. هون هلأ لاستقريت كمان، جيت لهون واشتغلت بهالفترات هاي، اشتغلت ابن أصول كان عمل رائع جداً وعمل جداً نجاح كبير ودور عظيم جداً، وكنت سعيدة بهاي التجربة كتير. اشتغلت حملة فرعون، عملت بكلبش مشهدين، بس مشهدين في كاركتر، في شخصية، ما مهم الدور يكون طويل ولا قصير لحتى ينعرف هيدي شو موهبتها، ما لها علاقة، بالعكس الدور الصغير أو المشهد يبين موهبتك أكتر ما يكون عندك من الجلدة للجلدة، لأنه هون في عندك مساحات كبيرة أنك تعبري فيها عن موهبتك، بينما لما تعبري عن كاركتر كامل بمشهد ومشهدين أو ضيفة أو هون ببين الموهبة الحقيقية أكتر. طيب أنا حارد لك صور وعايزة منك تعليقات سريعة جداً على كل صورة. يعني تفضلي. فنانة أصالة شبا، لا عايزة تعليق. يا ريت تراجعي مواقفك بعد هالعمر وبعد الأزمات يمكن اللي مريتي فيها، تراجع مواقفها وترجع لأصالتها. اللي بعدها الفنان جمال سليمان. جمال سليمان نجم كبير ومثقف وحقق نجاح بالوطن العربي كله ولكن لا هلا يمكن أنا بختلف معه بالوجهات السياسية، ولكن هذا الشيء ما بيمنع أنه نحن بنجتمع وبنحكي بالفن، بنحكي بالاقتصاد، بنحكي بأشياء كتيرة. طب ليه في عشرة طويلة بيناتنا ليه ما قلتيش أنه محتاج يراجع مواقفه السياسية زي الفنانة أصالة؟ في فرق كبير، وما بدي فوت بهذا الموضوع، بدي أقول فقط أنه جمال سليمان كان من قبل الأحداث مواقف له مواقف كتير معارضة، وأنا بحترم هذا الشيء، مش أنه قلب فجأة. طب نشوف الصورة اللي بعدها. مارلين مونرو. هاي إلى قصة ما بعرف إذا في وقت أحكيها بسرعة. يلا. كنت دايماً لما سافر مع أولادي بفترة من الفترات قاعدين، فمطرح ما أنا قاعدة في دايماً انتبهوا الأولاد إنه في وحدة مع كاميرا ودايماً عم تطلع فيي ودايماً موجودة بالمكان اللي نحن فيه بالمحيط تبعنا. انتبهنا لهذا الموضوع، حكينا معها من هون لهون، كانوا عم بيحضروا، طلعت هي جزء من شركة عالمية عم يدوروا على وحدة ما بيعرفوها ممكن يكتشفوها من الطريق تشتغل دور مارلين مونرو. واجت أنا ضحكت كتير لما قالت لي، ما صدقناها بالأول، ورجتنا الويب سايت، ورجتنا العقود، ورجتنا كل شيء، ما بتعرف إني ممثلة أصلاً. فقالت لي أنا شايفة فيكي مارلين مونرو، قلت لها أنا كنت أول مرة بقص شعري، فقلت لها أنا شكلي مارلين مونرو، قال إيه.
اوكي المهم من بلا طول سيرة مثل ما بيقولوا رحت لعندها على الاستوديو عملت لي 780 صورة نفس يعني جابتني تماما كميك اب كشعر كلبس نفس مارلين مونرو نفس الشكل وتفاجأت فعلا وبس ما اختاروني بالاخير انا في الاخر قلت اختم لك صورة تطلعك من المود شوية نسمع اغنية يلا يا ريت يلا بينا اوكي قولي حبة عمال تكلم
بتول بني بنرحب بيكي النهارده في يوم ليك. ايه الصوت الحلو ده حبيبتي؟ يعني حقيقي صوت خطير. شكرا. حلو كتير. انا عارفه ان انت كنتي بداتي في سوريا. نعم. بداتي تحققي نجاحات. صح تماما. جيتي مصر وبداتي بقى من الاول. احكي لي بقى. اول شيء انا يعني بشكر البرنامج الحلو اللي جمعني فيكم وببنت بلدي الاستاذه سوزان نجم الدين. ثانياً أنا لما بديت مشواري الفني جيت لهون على مصر بال2012، لكن ما بدأت فوراً، يعني كنت أنا بشتغل بنطاق مغلق، لكن بعدها انطلقت في The Voice، قدمت بالموسم الرابع وكنت من فريق الأستاذ عاصي، وبدينا بعدين عملت بعد The Voice عملت ألبوم اسمه الألبوم اسمك بيشرفني، بيتضمن 9 أغاني. ده كان السنة اللي فاتت تماماً 2020، لكن الحمد لله 2020 كانت كتير رائعة، بس مع ذلك عنا أصرار وعنا أمل إن شاء الله. هلأ بال2021 قائمة إن شاء الله على 3 فيديو كليب بعد العيد، هنن تقريباً 5-6 أغاني بس حنعمل 3 فيديو كليب منهم، من ضمنهم في خليجي مصري لبناني يعني إن شاء الله يعني كل اللهجات. طب المنافسة دلوقتي صعبة جداً، إزاي ممكن تاخدي مكان على الساحة دلوقتي؟ هي أولاً حظ، هي أول شيء. ثانياً يعني كيف فينا نكسب قلوب يعني الجماهير بالكلمة الحلوة باللحن الخفيف يعني اللي هو السهل الممتنع، إنه تجي مثلاً بأغنية طربية كصوتي أنا بميل للطرب طبعاً. يعني لكن بدأت صوت حلو بامتياز ما شاء الله طبعا ما شاء الله حلب يعني. بنت حلب يعني النهارده كمان الليلة مشهورة سورية الأصوات الحلوة جدا 100% معظم الأصوات من حلب تقريبا بسوريا معظم. وتحية لأهل سوريا كلهم حبيبتي. فهي يعني بدها وقت لغاية ما يعني أوصل للقلوب الجماهير كلها، بس لما بيبقى الصوت حلو بيسمع يعني بالأغاني الخفيفة الكلمة الحلوة اللحن الخفيف الحلو بيبقى بنفس الوقت له بصمة حلوة. يعني أنا في الحقيقة جايبة لك فيديو مفاجأة. والله؟ طب يلا يا رب يكون حلو. حضره لك دلوقتي. يلا حبيبي. والله ما أقدرش أحكم على حتة مين مظلوم ومين مش مظلوم، يعني هي اللي تحس اكتر. يعني انا شايف ان هي نجمه وبتعمل كل الادوار اللي تتعرض عليها، فانا مش شايف يعني ان هي ليها، يعني ما اقدرش اقول لك هو دي مظلومه ولا مش مظلومه. انا شايف ان هي طالما ناجحه ومبسوطه يبقى خلاص الحمد لله، ملتزمه جدا في شغلها ومجتهده قوي ودؤوبه وما بتسيبش حاجه، وكان طبعا مشاكل كبيره بتاعت اولادها اللي ربنا طمنا عليهم، فالحمد لله ان هي ربنا طمنا على اولادها وربنا يخليهم ليها ويبارك لها فيهم كلها. يا رب عايز اقول لها ربنا يخلي لك اولادك وانت جميله وطيبه وعايزك دايما كده على طول. حبيبي حمام ايه رايك؟ حبيبي ايه رايك في الكلام؟ يعني شكرا لهالمفاجاه الحلوه. وحماده من ارقى وانبل الشخصيات اللي اجتمعت فيها بحياتي، والشغل معه ممتع جدا جدا جدا. بدي اضيف شغله هون، انا كثير بيقولوا لي هون تواجدي تواجدي تواجدي، انا ما بحب التواجد لمجرد التواجد، انا بحب لما اتواجد اتواجد صح بمكان صح، ولذلك انا غير متوفره للاعمال اللي فيها تواجد، متوفره للاعمال المهمة الضخمة اللي ناطرينها هلا ان شاء الله. عشان كده رأي النقاد ورأي حمادة ورأينا ان انت مظلومة وان انت من حقك ان انت تاخدي فرصة إن شاء الله. اكبر من إن كده شاء الله. وان شاء الله قريبا جدا قريبا جدا عم نحضر لشيء كتير مهم وحيكون مفاجأة كتير حلوة للناس ان شاء بعد الله. بعد كل المفاجآت اللي احنا حاولنا ان احنا نبسطك بيها النهارده، كان يوم ليكي ولا يوم عليكي؟ كان يوم ليا طبعا، ومعايا بوجودكم، وجود بتول، وجود الناس الحلوة كلها دي اكيد ليا. سوزان نجم الدين نورتينا نورتينا نورتينا، كانت حلقة مميزة جدا جدا. يعني أنا على المستوى الشخصي سعيدة قوي بحواري معك النهاردة. مرسي يا سمر، وأنا كمان سعيدة بيكي وسعيدة بالناس الحلوة كلها وبالكوست ووراء الكاميرا والمخرج والقناة ورئيس القناة والدنيا كلها، عندكم لطيفة جدا وما شاء الله في تطور كبير، أنا متابعاكم قوي
والف مبروك على كل حاجه بتعملوها، ورمضان كريم ان شاء الله. الله اكرم، واتمنى لك بجد النجاح من كل قلبي، قريبا جدا هتكسري الدنيا. هو ده ان شاء الله. ان شاء الله بتول صوت مميز رائع، وان شاء الله نجاحات كتير الفترة الجاية، وبكرة كل الأيام هتكون ليك إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. نورتوني. حتى سمعينا إيه نختم بيه حلقتنا النهاردة؟ هتسمعينا لمين؟ رح سمعكم للست أم كلثوم. الله. مقطع من يا ظلمني، بس هو كمان يا ظلمني كتير منا ختموها مسك. نورتوني، واستنوني الحلقة الجاية في حلقة جديدة من يوم ليك، وأشوفكم على خير وتصبحوا على خير. Show.